الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله غياث المستغيثين، وكاشف الكرب عن المستغفرين، ودافع البلاء والقحط عن المتضرعين. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، أنت المستغاث المأمول وخير مغيث ومسؤول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بوحدانيته إقرارا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى شريعةً وسيرةً وأخبارًا، وعلى آله وصحبه الكرام المقتفين آثارًا، الباذلين مهجهم حبًّا وإيثارًا، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد شكوتم إلى ربكم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عن بلادكم، فليكن منكم في اعتقاد بلا ريب أنه ما نزل بلاء إلا بذنوب قد اقترفت، وآثام اجترحت، ومعاص ارتكبت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حبس الغمام عن الأنام فحاروا، وبدا الهيام وزاغت الأبصار. ما الفعل إلا للمهيمن وحده، وله القضاء والحكم والأقدار. فهو الذي في الخلق يقضي ما يشاء، وبأمره تتنزل الأمطار. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. إخوة الإيمان، ومن حكمه سبحانه التي قدرها وقضاها وسنها في خلقه وأمضاها التمحيص بالشدة والضراء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والاستدراج بالنعم والسراء، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومن الابتلاء الذي يصيب الأناسي والديار والروابي والقفار، ويعقب شدة المؤونة وضعف المعونة، انحباس الغيث الصيب الهامر، وقلة المطر النافع الغامر، معلم الرحمات السارة، ومعدن البركات الدارة. لم يمسك الغيث من بخل ولا عدم، وإنما هو تأديب إلى البشر، فلو رجعتم له أولاكم مننا تترى وجادكم بالوابل الهمر. فالماء يا عباد الله أصل الحياة والنماء، وإكسير الجداء والرواء، كيف والحياة بلا ماء بأساء وضراء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هو الذي أنزل غيثا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد. أنزله رفقا بنا قطارا، وبعضه سخره أنهارا. معاشر المسلمين، ومن أعظم أسباب حبس الغيث الدرار وقلة الأمطار احتقاب الذنوب والكبائر المردية في أفظع المصائر، وبئست ويم الله تلك الجرائر. فالآثام والمحرمات والمعاصي والموبقات لا تجر إلا الويلات والانتكاسات والمصائب والأرزاء والمصاعب. وإنما يصيب الأمم من نوائب القحط والجفاف والشقاء وغواش الكوارث والبلاء، إنما هو بما كسبت أيديهم من سوء الأعمال والإخلال بالواجبات والإهمال. إخوة العقيدة، أما خفت جانب التوحيد العتيد وشاعت الخرافات والمحدثات؟ أما نجم التساهل بشأن الصلاة والضن بفريضة الزكاة وتطفيف الكيل والميزان واحتكار الطعام والغذاء وقلة الكساء والسقاء وفشو الربا؟
في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح. أما ضجت الغبراء وعجت الخضراء من إكباب كثير من الناس على دنيء الشهوات واستدماث المحرمات والانبعاث في محظور اللذات عبر وبيل القنوات والفضائيات وحسك الشبكات، والدعوة إلى التبرج والسهور والاختلاط المحرم في عولمة عارمة وتغريب مريب وانفتاح لا منضبط، حيث قوضت مداميك الأسر والبيوتات والمجتمعات فآضت موئلا للتنافر والعقوق وقطيعة الأرحام ونبذ الحقوق. أين الوجل من الحسد والخديعة والظلم والمطل؟ أين الرهب من الرشوة والتزوير؟ أين مراقبة الرحمن في ظهور الغش والبهتان والاستطالة في حرمات الديان؟ بذنوب قوم تذهب البركات وتغير النعماء والخيرات، فالحنث في الأيمان أكثر فعلهم والبخس أحيوا والحلال أماتوا. لا تنكروا ما نحن فيه، فربما بذنوبنا حلت بنا الآفات. أرأيتم إلى قطب الدين المتين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خفت وهجها وذوى أرجها في كثير من المجتمعات، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه الترمذي. أرأيتم يا رعاكم الله ما زعزع الأمة من التدابر والتنافر والتقاطع والتدابر والحسد والشحناء والحقد والغل والبغضاء؟ ومن كان بالنعماء يعصي إلهه فذاك الذي للهلك يا ويحه يخطو. وكم قرية عن أمر خالقها عتت فأمسك عنها الغيث واتصل القحط. أمة الإسلام، أين التنافس في الإيثار والإخاء والصدق والصفاء؟ أين السباق في التواد والتآلف والإرفاق وترك التشاحن والخروج من المظالم؟ نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ولا تلهى عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهي المزن حل مصابه، فواها لعبد ساءه سوء فعله وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه. معاشر المسلمين، ولتكونوا على اعتقاد ويقين من رحمة رب العالمين فهو أرحم الراحمين. يقول سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن بعد الشدة لرخاء، وفي إثر العواصف الهوجاء لرخاء. وما استمرت محنة ولا حال، ولا اتصل جدب ولا إمحال. وإياكم والعجز واليأس، فالله ولي دفع الأسى والبأس. وإياكم والقنوط، فإن فضل الله وجوده بعباده منوط. واعلموا أن ما أصابكم من الشدة والضيق فهو في الثواب يحتسب، ولا فرج إلا من الله يرتقب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا من خرجتم للاستسقاء واتخذتم الانكسار والاستغفار خير رشا وسقاء، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. ألحوا على الباري لإنزال الغيث وابتهلوا، ولا تقنطوا ولا تهنوا، واستفتحوا بابه دواما، ولوذوا بجناب خالقكم قعودا وقياما، وأجمعوا أمركم على الطاعات والقربات والصدقات،
ويسروا عسركم بالنفقات، وادفعوا جدبكم بالإحسان والمواساة، وابتدروا العطف على المساكين والمحاويج، يغاديكم الخصب والرخاء، وتؤمكم الرحمات والبركات، يغاديكم الخصب والرخاء وتؤمكم الرحمات والبركات، وأشفقوا من نزول القوارع والمذولات وحلول البليات، وارتجاع ما أودعكم الله من نعمته، وانتزاع ما ألبسكم من سابغ رحمته. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا، فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. أيها الإخوة المستسقون، وإن خير ما تستنزل به الأمطار، وتمحى به الأوزار، وتستجلب به رحمة العزيز الغفار، الابتهال بالدعاء واللهج بالتوبة والاستغفار. فكونوا في جميع أموركم على تقوى من الله وبصيرة، واستنزلوا بالدعاء والاستغفار ديم الله الغزيرة، فاصدقوا في التوبة والاعتذار، وألذوا بالاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء أستغفر الله. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب إليه. واعلموا يا رعاكم الله أن للاستغفار ثمارا عظيمة وآثارا مباركة فخيمة، تحقق المتاع الحسن العميم والخير والأمن الجميم، وهو سبب لنزول الغيث بإذن الله دون ريث. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لكن حقيقة التوبة والاستغفار يا عباد الله حضور القلب وعظيم الاستشعار. روي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا لللسان، لتنحل به عقد الإصرار. أيها المسلمون، استغفروا ربكم وتوبوا إليه. لا بد من تحقيق شروط التوبة. شروط توبتهم إن رمت عدتها ثلاثة رتبت، فافهم على مهل: إقلاعه ندم، وعزمه ألا يعود لما منه جرى، وقل إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق في عجل. عباد الله، لا تيأسوا من رحمة الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا أيها الساهون، توبوا لربكم ومدوا له في وقت عسركم كفا، وقولوا بأصوات الضراعة كلكم: أتيناك يا ذا الجود نسألك اللطفا، ترى حالنا فامنن بتفريج كربنا، فما زلت للراجين يا ربنا كهفا. ولا يحملنكم يا رعاكم الله ما تعرضت له بعض المناطق من سيول جارفة على عدم الإلحاح في الاستسقاء وطلب الغيث، لأن الغيث كله رحمة وبركة، والأرض إليه عطشا. ولئن تضرر منه أناس بسبب تقصير في حسن تصريفه، بل إن بعضهم ليصاب بالهلع والجزع عند حصوله، فلا يسوغ هذا عدم الإلحاح في طلب إحياء للأرض والنبات. وكم من أناس من ذوي الزروع والحروث والآبار والبهائم قد تضرروا من حبسه في بقاع كثيرة.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يا مالك الملك فادفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل، واسق البلاد بغيث مسبل غدق مبارك مرج حن مزنه هطل، تكسي به الأرض ألوانا منمنمة بها تعود لها أحوالها الأول. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله غياث المستغيثين وراحم المستضعفين وفارج كرب المكروبين. اللهم إياك نستغفر وإياك نرجو ونحذر، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم على باب جودك وإحسانك وغيثك تعرفنا، فاغفر لنا جميع ما اقترفنا وتجاوز عن كل ما اجترحنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم فارحمنا وأغثنا يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغث قلوبنا وأرواحنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. يا إله العالمين، يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، ويا عالم كل شكوى، اللهم أنمي لنا المكاسب واحفظها في العمار والسباسب. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا سحا غدقا طبقا عاما واسعا مجللا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة وبركة، اللهم سقيا رحمة وبركة، اللهم سقيا رحمة وبركة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، ولا حوادث ولا كوارث، ولا فواجع ولا مواجع، ولا فيضانات ولا أزمات. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنزل علينا غيثا صيبا ومطرا طيبا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أخرج في أرضنا زينتها، وأتمم فيها حلتها، وأدم علينا بهجتها، يا واسع العطاء، يا كريم، يا سميع الدعاء. اللهم ارفع القحط والجفاف والجهد عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والشدة والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم أسبغ علينا النعم، وادفع عنا المحن والنقم، واكشف الضر عن المتضررين، واكشف الضر عن المتضررين،
وفرج كرب المكروبين يا مولى المستضعفين ويا غياث المستغيثين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين يا رجاء السائلين، ويا مجيب دعوة المضطرين. عباد الله، لقد كان هدي نبيكم المصطفى خاتم الأنبياء بعد الاستغاثة والاستسقاء قلب الرداء، فاقتفوا هديه بالاقتداء والاهتداء، وتفاؤلاً أن يقلب الله حالكم من الضيق والعناء إلى الخصب والهناء والإمراع والرخاء، صلوات الله وسلامه عليه عدد ما هما ركام وأمطر غمام. صلى الإله على الهادي الشفيع لنا والآل والصحب أهل المجد والحسب، مع السلام على مر الزمان وما جاد الغمام بمنهل من السحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.